السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق نبتة عبد الوهاب دايما بيبحثوا عن ازاي تكون النبتة كثيفة، وازاي يكون حجم الورقة كبير، وازاي النبتة تنمو بسرعة، وكيف اخلي لون النبتة بيلمع. هو ده اللي احنا نشوفه في هذا الفيديو. مبدئيا لو حابب اخلي لون ورقة البوتس بتلمع، اضيف نقطتين من زيت الاطفال وهغسل النبتة عندي بيهم. ده نوع الزيت اللي انا استخدمه، بي بي اويل. هضيف نقطة واحدة بعد كده هقفل الرشاش. مش محتاجين كمية كبيرة طبعا ولا حاجة. وهرد هرش النبتة. طبعا يفضل ان احنا نخلي النبتة بعيد عن الاساس او عن الاجهزة. لو لاحظنا هنلاقي ان النبتة اتغسلت ونضفت بشكل جيد. الزيت اللي انا هضيفه هيعطي لمعة للورقة. طبعا يفضل ان الزيت يكون زيت اطفال، لان زيت الاطفال بيكون ليه ريحة او هضيف نقطتين من زيت الزيتون مع المي في الرشاش وهرش النبتة. ولكن زيت الاطفال بيكون او زيت حموم الاطفال بيكون افضل من باقي انواع الزيوت، لانه بيكون معطر، فبالتالي بتحس ان ريحة النبتة افضل من اي نوع من انواع الزيت التاني. وده بنفس الطريقة بنجيب الزيت ونضيفه في الرشاش وبنرش النبتة بنفس الشكل. بعد كده النبتة لما بنشف الماي بنلاقي ان النبتة لونها اصبح لامع وشكل النبتة يكون ممتاز. هنا عشان اخلي لون النبتة بيلمع. طيب ازاي اخلي النبتة عندي نموها كثيف بنفس الشكل؟ ده بيرجع لعملية الزراعة. لو انا هزرع النبتة في البوتس بجيب الفرع اللي هزرعه وهقصه عقل وهزرعه بنفس الطريقة اللي شفناها في الفيديو السابق. لو رجعنا للفيديو السابق هنلاقي ان احنا زرعنا كمية عقل او كمية اوراق كبيرة في القصيص او في الستان، اصبح عندي مجموعة عقل او مجموعة اشتال كبيرة، فاصبح عندي النبتة كثيفة بنفس الشكل. طيب لو انا هزرع عقلة واحدة بس ومحتاج ان النبتة تكون كثيفة من العقلة الواحدة، هزرع عقلة وهخلي العقلة بعد ما تنجح وتنمو مش هترك الفرع ينمو بشكل مستمر. هقص دايما القمة، وبعد ما اقص القمة اللي انا هقصها هيبدأ يطلع لي الفرع جديد، وفي نفس الوقت من الاسفل من المجموع الجذري في التربة هيطلع لي براعم ونمواج جديدة، وهوصل لكثافة نباتية في القصيص. لكن لو تركت البرعم او الساق ينمو باستمرار، هنا مش هيطلع عندي نموات على الساق جديدة، ولا هيطلع عندي نموات من الاسفل في التربة من المجموع الجذري. فهنا هيختلف الوضع، بخلاف لو انا حابب ان انا اخلي النبتة تتسلق على حيطة او على خيط، مش هقص النبتة وهترك النبتة تنمو بشكل سريع، وهنا مش هيطلع عندي نموات كثيفة ومش هيكون عندي كثافة نباتية، ولكن هيكون عندي امتداد في النمو. وفي الحالتين هحافظ على تسميد النبات. هحافظ على تسميد النبات ان انا هستخدم سماد يحتوي على نسبة نيتروجين عالي زي اليوريا او زي سماد 28-14-14، وهسمد النبتة عندي كل اسبوع مرة. كمية السماد اللي انا هضيفها للنبتة لو كتيرة هتضر النبتة، ولكن عدد مرات التسميد اللي انا هستخدمهم للنبتة مش هيضر النبتة. يعني لو هسمد النبتة كل مرة هروي فيها هسمد النبتة بكمية سماد معقولة مش هيضر النبتة، لكن لو هسمد النبتة مرة واحدة بس في السنة وهزيد كمية السماد في المرة دي هيؤدي الى موت وحرق النبتة. فبالتالي ما تقلقش، سمد النبتة كل مرة بتروي فيها مفيش مشكلة، ولكن ما تزيدش كمية السماد.
هنا مش هتضر النبته، بالعكس هتحافظ على النبته. النقطه الثانيه والنقطه المهمه جدا الا وهي عمليه طري نبته البوتس. نبته البوتس او اي نبته عندنا لو عطشناها مش هتنمو بشكل سريع، ولو زودنا الري هتموت، فبالتالي لازم يكون عندي نظام ثابت في عمليه الري. وافضل طريقه لري النباتات بشكل عام والبوتس بشكل خاص هي عمليه ري النبته بكميات قليله ولكن عدد مرات تناسب احتياج النبته. ما تخليش النبته تعطش، خلي باستمرار التربه تكون رطبه، اروي النبته عندك كل يوم كل يومين كل ثلاث ايام مفيش مشكله، حسب حراره الجو او حسب الجو اللي احنا فيه سواء كنا في الصيف او كنا في الشتاء، لكن ما تزيدش كميه الماي في مره واحده، اروي كميه قليله واروي النبته كل يوم كل يومين، في اليوم مرتين وثلاثة لو استدعى الأمر لو كنا في الصيف، ولكن كمية الماء تكون قليلة. وسمد النبتة باستمرار مفيش مشكلة، ليها سمد النبتة كل شهر مرة، سمد النبتة كل أسبوع، كل يعني خلي وليكن لو أنا هروي كل يوم أسمد النبتة في الأسبوع مرتين أو مرة مش هتضر النبتة، ما دام إن كمية السماد اللي أنا هضيفها مناسبة لحجم النبتة فبالتالي مش هنضر النبتة وهنفيد النبتة. العامل اللي بعد كده والعامل الضروري والأساسي هو عملية الإضاءة لنبتة البوتس. نبتة البوتس لازم وضروري جدا يكون يوصل لها إضاءة جيدة. لو كنا في الصيف هنخلي النبتة جنب الشباك ولكن هيكون في ستارة، وخاصة الستاير البيضاء الخفيفة اللي هي بتكسر حديد الشمس، وهيكون الإضاءة توصل للنبتة بشكل جيد ولكن مش هتكون أشعة الشمس مباشرة على النبتة. مش هخلي إن الشباك يكون مقفول والإزاز يركز أشعة الشمس على النبتة، لكن هتكون في ستارة خفيفة، أو هخلي النبتة بعيدة عن أشعة الشمس ولكن تكون في إضاءة جيدة. ده لما نكون في الصيف، ولو كنا في الشتاء مفيش مشكلة، طبيعي الحال بيكون أشعة الشمس بتكون خفيفة وبتكون هادية في الشتاء، ومرات كتيرة بنضطر إن احنا نطلع النبتة في البلكونة في الشتاء عشان أشعة الشمس أو عشان الإضاءة الجيدة، وخاصة لما نكون في فترة شمس الشروق وشمس الغروب بنفضل إن احنا نخلي نبتة البوتس في الشتاء تحديدا داخل البلكونة أو خارج في البلكونة مش داخل المنزل. المهم في النهاية إن ضروري جدا جدا يكون في إضاءة جيدة لنبتة البوتس، وخاصة لو كانت إضاءة اللي هي من مغربلة أو إضاءة من شبك التظليل، لو عندي شبك تظليل وأحطه على الشباك، أو عندي ستارة تكون خفيفة وأحطها على الشباك وأخلي نبتة البوتس جنب الشباك مباشرة، هتكون نبتة البوتس ممتازة جدا جدا لما توصل لها إضاءة جيدة، لما أسمدها بسماد يحتوي على نسبة نيتروجين عالي بشكل مستمر، لما احافظ على ري نبتة البوتس وما تعطش وما اغمقهاش بالماء، لما ازرع نبتة البوتس بالطريقة الصحيحة اللي انا محتاج اشوف عليها نبتة البوتس. لو انا محتاج كثافة نباتية فبالتالي هزرع عدد عقل كتير في القصيص، او ان انا احافظ على قص القمم النامية عشان تظهر عندي براعم في الاسفل وبراعم في التربة، بخلاف لو انا محتاج ان النبتة تتسلق على الحيطة فبالتالي مش هقص القمم النامية وهترك النبتة تنمو بشكل سريع. أتمنى من الله أن يكون قدمت لحضراتكم معلومة مفيدة، أتمنى أن الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.